سأكون في ورطة كبيرة. أليكس عزيزي، العشاء جاهز. حصلت على امتياز في اختبار اللغة الإنجليزية. أنت فعلت؟ كارتر، نحن فخورون بك جدا. أليكس، ألم يكن من المفترض أن تحصل على اختبار الكيمياء اليوم؟ كيف أبليت؟ لقد أبليت بلاء حسنا. بخير؟ هذا الطعام يبدو مذهلا يا أمي، شكرا جزيلا لك على العشاء، لا أستطيع الانتظار. ما رأيك أن تتوقف عن المراوغة بني؟ ما الذي حصلت عليه في اختبارك؟ أحضره حتى نتمكن من رؤيته. عظيم. بما أنك أبليت جيدا يا كارتر، لدينا مفاجأة كبيرة لك. مفاجأة؟ يجب أن يكون جهاز الآيفون الجديد. لن أحصل عليها أبدا بمجرد أن يكتشفوا. دعني أرى. لقد حصلت على امتياز، هذا رائع يا بني. لما أخبرتنا أنه فقط جيد؟ هذا أمر لا يصدق. أنا فقط لا أعرف، أردت أن أفاجئكم يا رفاق، هذا كل شيء. بالحديث عن المفاجآت، سمعت أنك تتحدثين عن آيفون 15. أوه لا. إذا يجب أن تعرف، نحن ذاهبون إلى بالم سبرينغ لزيارة جدتك وقضاء الأسبوع هناك. الجدة، إنك تمزحين معي، لو علمت هذا كنت سأفشل في الاختبار. أليكس، ماذا؟ الجدة مملة للغاية، وكلاكما يعرف أنني أريد جهاز الآيفون الجديد، أنا لا أحب هذا، قديم جدا. حسنا، هذا ما يمكننا فعله. إذا حصلت على امتياز في الاختبار التالي سنحصل لك على واحد. كيف يبدو هذا؟ أو يجب أن تكون جانس وابنتها، من المفترض أن يجلبوا لي شيئاً ما. دايزي قادمة؟ هاي، أردت فقط إحضار بعض الحلوى التي صنعتها منذ أن عرفت أنك تحبينها. أوه شكراً لك، هذا جميل جداً. لماذا لا تدخلون يا رفاق؟ لقد حضرت الفطور للتو، هيا ادخلوا. أجل تعالي. في المرة القادمة يجب أن أبحث على معلمين لدايزي، لقد حصلت على ضعيف امتحان. ليس عليك إخبارهم بكل شيء. لا بأس، إنهم أصدقاؤنا. على أي حال سنغادر نحن الآن، استمتعوا. حسنا انتظري، إذا كانت دايزي بحاجة لمساعدة ربما يستطيع أليكس مساعدتها. حصل لتو على امتياز في امتحان الكيمياء. حقا؟ أجل، وأنا متأكدة من أنه سيحب المساعدة، أليس هذا صحيحا أليكس؟ حسناً، أنا دائماً أشعر بالاختناق بسبب هذا. ما هو الفرق بين واصل الحرارة وطارد الحرارة؟ هذا سهل. التفاعل الماص للحرارة هو تفاعل كيميائي يمتص الحرارة من المحيط، مما يؤدي إلى انخفاض درجة الحرارة من البيئات المحيطة بها. والتفاعل الطارد للحرارة هو تفاعل كيميائي يطلق الحرارة في، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البيئة المحيطة بها. مدهش، شكراً لك. يجب أن أقول أنه ليس لدي أي فكرة أنك ذكي جداً أليكس. شكراً، حسناً، أنا أعرف شيئاً أو شيئين فقط، هل يمكن أن تعطيني ثانية؟ يا صاح، ماذا تفعل هنا؟ أخرج. أنت تغش كما فعلت في الاختبار الأخير أيضاً. لا، لم أفعل، اذهب الآن. آسف بشأن ذلك. لا بأس، أنا في الواقع يجب أن أذهب، معركة القتال حرة على وشك أن تبدأ، هل أنت تشاهده؟ نعم، لا أطيق الانتظار لمعرفة من سيفوز بين ستريكلاند ماجومدوف. نعم صحيح، هذا صحيح، أنا لا أعرف لماذا يختلط علي هذا الاسم، لم أكن أعرف أن الفتيات يحبون هذا. نعم حسنا، كان حبيبي السابق مقاتلا وحبيبي الأسبق قبل ذلك، أعتقد أن هذا ذوقي. هذا جنون، لأن أنا في الواقع كنت أقاتل. نعم لقد فزت بمجموعة من المسابقات والأشياء. حقا؟ نعم. لا أصدق أنني لم أكن أعرف كل هذه الأشياء عنك أليكس، أنت حقا رائع جدا. نعم وأنت أيضا رائعة.
على أي حال سأراك في المدرسة غدا، سأذهب الآن. حسنا الوداع. إلى اللقاء. أنت لا تشاهد القتال الحر ولا يمكنك القتال حتى. ماذا تفعل يا رجل؟ قلت لك أن تخرج من غرفتي. فقط كن حذرا حسنا. تعلم ما يقولون الأكاذيب مثل الرمال المتحركة، من السهل الدخول إليها ولكن من الصعب الخروج منها. سأضعك في الرمال المتحركة أن لم تخرج من غرفتي يا رجل. جيز لويز، هذا الشيء يعرف كل شيء. حسنا أعلم أنني سألت هذا بالفعل، لكن ما هو الفرق بين ماس الحرارة وطارد الحرارة؟ الأول يزيد مثل درجة حرارة الخارج على ما يرام، والثانية تقلل درجة الحرارة الكلية. آسف ولكن بعد ذلك هو العكس. أتذكر تقلل تفاعلات المصل الحرارة من درجة حرارة البيئة المحيطة، لذلك تزيد التفاعلات طاردة الحرارة. حسنا أجل آسف. لن تصدقوا هذا، الطابعة لا تعمل ولا نتمكن من إجراء الاختبارات الآن. لا أعلم أن البعض منكم درس جيدا لهذا. يا رجل هذا مؤسف يا دكتور فيك، أنا كنت أتطلع لإجراء الاختبار. ما زلنا نجتاز الاختبار، لكن بدلا من إجرائه كتابيا سنقوم بتقديم عروض شفهية والدرجات عبر البريد الإلكتروني. أليكس بما أنك متحمس جدا ستكون الأول، لما لا تأتي الآن؟ إذن تريدني أن أجيب أمامك وأمام الجميع؟ لا تخجل بني تعال. بالتأكيد. حسنا. يا إلهي هل أنت بخير؟ لا كاحلي أعتقد لا تتحرك، سأتصل بالممرضة. لا 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 هذا جيد، لا أنا قفزت هناك. إنها هل أنت متأكد؟ نعم نعم أنا جيد، سأعود يا رفاق، سأعود في الحال، سأعود لألتقط حاجاتي، سأكون بخير، أنا بخير. حسنا لنبدأ مع ديزي إذن، تعالي. نعم هذا جيد. عزيزي أليكس، أنا أكتب لأعلمك أنك حصلت على امتياز في الاختبار الأخير الذي قمنا به. عمل جيد. لا دعنا، عمل عظيم. نعم هذا أفضل. تفضلوا بقبول فائق الاحترام الدكتور فيك وأرسل. وهكذا لن نعرف من أرسل هذا البريد الإلكتروني. ممتاز. أمي لن تصدقي، لقد تلقيت للتو بريدا إلكترونيا من دكتور فيك وتحققي من ذلك، حصلت على امتياز. حسنا رائع، أنا معجبة بك جدا سيد أليكس. شكرا شكرا. لذا نعم، هل هناك شيء لأجلي؟ حسنا لقد حصلت عليه، لهذا هذا هو. نعم يا إلهي شكرا جزيلا لك يا أمي، أخيرا لن أضطر لاستخدام جهازي القديم المزعج. إنها ديزي، نحن ذاهبون إلى السينما. أمي أريد أن أخذ سيارتك. لماذا لا تأخذ سيارتك؟ ولكنها قديمة جدا أمي، لو سمحتي. شكرا لك. هاي كيف حال كاحلك؟ إنه هل فعلت شيئا لكاحلك؟ لا 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 أنا فقط. لقد تعثر ولواه بشكل سيء حقا، يعني لم يستطع إجراء سلالم. لم أستطع حتى صعود على السلم، لكن أنا كما ترون أنا بخير الآن، هذه ليست مشكلة كبيرة إذن. لذا اعتقدت أنه كان كاحلك الأيمن. كان
كان، لكنني كنت أريها للتو أن كلاهما كانا بخير. أنا بخير أمي. كان ذلك شفاء سريعا. أنا متأكدة من أنك معتادا على التعرض للأذى لأنك كنت تقاتل. من كان يقاتل؟ أمي. أحاول التسكع مع ديزي، لذا كان بإمكانك منحنا بعض المساحة. شكرا. حسنا، هل نذهب؟ مرحبا، أعطني ثانية سريعة. لقد كانت أجمل سيارة رأيتها على الإطلاق، لا أصدق أنها لك. لقد اعتدت أن أكون مقاتلا في ذلك اليوم، لذا ربحت الكثير من الأموال. نعم. هاي، سأستخدم الحمام، تمانع في أن تحضر لي الفشار؟ نعم نعم تأكيد. تحتاج المساعدة؟ أجل، هل يمكنني الحصول على تذكرتين لباربي من فضلك؟ هل هناك شيء مضحك؟ من أجل باربي؟ دعني أخمن، هل كنت تلعب بألعاب باربي عندما كنت صغيرا؟ ربما لا يزال يفعل ذلك. باربي وكين إخوانه. مرحبا يا أخي، كيف لرجل مثلك أن يخرج مع هذه الفتاة؟ يجب أن يكون هذا القميص الجديد. 19 دولارا. بجد؟ حسنا، إليك الباقي، استمتع بالعرض. نعم شكرا لك. استمتع بالعرض أيها الفتى الصغير. كيف أساعدكم؟ كنت أتساءل عما إذا كان هناك أي شيء يمكن الحصول عليه مقابل دولار واحد. أليكس. دكتور فيك، ما الذي تفعله هنا؟ جئت لمشاهدة الفيلم، كيف حال كاحلك؟ أفضل في الواقع، شكرا لسؤالك. عظيم، إذن يمكنك القيام بالاختبار الذي فاتك غدا. إنها في الواقع لا تزال غير مثالية كما تعلم، قد أضطر للذهاب إلى الطبيب لذلك. نعم، ربما يجب أن ننتظر أسبوعا. حسنا، أتمنى لك الشفاء. أراك لاحقا. أراك لاحقا. أرخص شيء لدينا هو 3.75 دولار. لماذا تجري الأمور هكذا؟ من يستطيع حتى المشي إلى هنا؟ لقد عدت، هل حصلت على الفشار؟ آسف، لم يكن لدي ما يكفي من المال. أعتقد أنها يمكن. رجل باربي، أهلا بك. لذا أخبريني، ماذا تفعل فتاة مثلك مع رجل كهذا؟ انتبه لكلامك، إنه مقاتل MMA بالفعل. ديزي دعينا لا. هل هذا صحيح؟ من المفترض أن تكون قاسيا. سأخبرك بشيء، ماذا لو خرجنا ونرى قوتك؟ لا هذا ليس ضروريا. أنا يمكنه هزيمة كلاكما، لم أكن لأعبث معه لو كنت مكانك. حقا. حسنا، دعونا نرى ذلك. لماذا لا تقاوم؟ أجل، من الأفضل أن تهرب. ماذا حدث؟ اعتقدت أنك مقاتل. نعم. يا إلهي أليكس، هل أنت بخير؟ أنا بخير، أنا بخير. هل أنا كنت بخير. تقاتل للتو؟ أنت لم تخوض معركة في حياتك من قبل. اعتقدت أنه مقاتل محترف. أليكس؟ لا، لماذا تعتقدي هذا؟ لماذا أنت هنا يا أمي؟ حسناً، لقد غادرت وأخذت الآيفون الجديد قبل أن أتمكن من تنشيطه، وتركت جهازك القديم في المنزل، وبما أنك استعرت سيارتي الخاصة استغرق الأمر مني بعد الوقت حتى آتي. إذن أنت كذبت بشأن الهاتف وبشأن السيارة؟ بماذا كذبت أيضاً؟ دايزي، لا تتصل بي مرة أخرى. عظيم، شكراً أمي، لقد أفسدت فرصتي الآن. كنت أخبر أليكس للتو، أتمنى أن يتحسن كحله حتى يتمكن من إجراء الاختبار الذي فاته. غاب عن الامتحان؟
نعم، لقد سقط بشكل سيء في الفصل، لذا فاته الاختبار. لذا أنت تخبرني أنك لم ترسل له بريداً إلكترونياً لتخبره أن حصل على امتياز؟ امتياز؟ لا، إذا فعل هذا فستكون معجزة لأنه فشل في السابق. فشل في السابق؟ أليكس، أنت الآن في ورطة كبيرة جداً أيها الصغير. أمي، هل يمكنني الشرح؟ فقط انتظر حتى يكتشف والدك الأمر. سوف تعيد الهاتف مرة أخرى أيضاً، وعندما نذهب إلى بالم سبرينغز لرؤية جدتك أنت لن تبقى لنهاية أسبوع فقط، أنت ستبقى هناك طوال الصيف. لا 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 لا, لا أمي، إنه الأمر لو سمحتي أمي لا تجعليني. حاولت تحذيرك، الكذب مثل الرمال المتحركة، من السهل الدخول إليها ومن الصعب الخروج منها. الأكاذيب مثل الرمال المتحركة. أعتقد أنك كحلي، في الواقع لويت كحلي. يا رفاق أنا جاد لا أستطيع المشي.